أسعد الله صباحكم أو مساءكم أصدقائي أينما كنتم. معكم الشيف الأكاديمي إيفا من إسبانيا. أما بخصوص الترجمة والمونتاج والصوت فهم لصديقتي أنخيلا من تركيا. أهلا وسهلا بكم على قناتنا، قناة ملكي أنخيلا والشيف إيفا. أما بخصوص وصفتنا لهذا اليوم فهي صدور الدجاج مع الخضار بألذ وأسهل طريقة، وهي من وصفاتي الخاصة. هكذا تبدو وصفتنا بعدما انتهيتم من إعدادها، لذيذة وشهية، يمكنكم تقديمها فترة الغداء بألف صحة صحة وعافية. ولكن وقبل البدء بإعداد الوصفة أصدقائي، لا تنسونا بالإعجاب والاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات لتصلكم جميع إشعاراتنا اليومية ومشاركة الفيديو مع أحبتكم وأصدقائكم. انتظروا تعليقاتكم الجميلة في قسم التعليقات أصدقائي. والآن هيا بنا مع بعض لنرى كيفية تحضير هذه الوصفة، وصفتي أنا الشيف إيفا، صدور الدجاج مع الخضار بألذ وأسهل طريقة. هيا بنا. علما بأن وصفاتنا هذه خاصة بقناة ملكي أنخيلا والشيف إيفا. والآن إليكم المقادير. مقادير وصفتنا لهذا اليوم بسيطة جدا، وهي كالتالي: 700 جرام صدور دجاج، فلفلة حمراء واحدة على أن تكون حبة كبيرة، بصلة حمراء واحدة، بصلتان بيضاء، نصف حزمة من النعنع، نصف حزمة من الكزبرة، 500 ملي مرقة دجاج. أما بخصوص البهارات فهي كالتالي: ملعقة طعام صوص الصويا، 3 ملاعق كوب طحين رز، ملعقتا كوب كاري، ملعقة كوب فلفل أحمر حار، ورشة خفيفة من الملح. ها هي جميع مقاديرنا. والآن إليكم طريقة العمل. سأضع المقلاة على النار، وبعد ذلك سأضع فيها زيت الزيتون. نسيت ذكره في المقادير، ولكن تجدون المقادير مكتوبة في صندوق الوصف أسفل هذا الفيديو أصدقائي. الآن سأأخذ حبة البصل الحمراء وأبدأ بتنظيفها هكذا، وبعد تقشير حبة البصل الحمراء سأبدأ بتقطيعها. هكذا على شكل شرائح خفيفة. ومن ثم سأضعها في وعاء فيه ماء بارد. ها هي البصل الحمراء في وعاء الماء. والآن سأخذ حبتي البصل البيضاء، وبنفس الطريقة أبدأ بتقشيرها وتنظيفها. ومن ثم إلى تقطيعها. البصل الأبيض سيقطع على شكل مكعبات صغيرة هكذا. نستمر بعد ذلك. سأنظف حبة الفلفل الأحمر من البذور. هكذا. ومن ثم سأبدأ بتقطيعها بهذا الشكل. وها هي صدور. أبدأ بتقطيع
صدور الدجاج، على شكل مكعبات بهذا الشكل، وبعد ذلك أضعها في المقلاة مباشرة مع زيت الزيتون وعلى نار هادئة. في هذه الأثناء أبدأ بتقليب صدور الدجاج مع زيت الزيتون في المقلاة ومتابعة تقطيع بقية الصدور. الآن سأبدأ بتقليب صدور الدجاج مع زيت الزيتون حتى تنضج معنا. سأضع لها البهارات الكاري، كمية البهارات ترجع إلى أذواقكم. أقلبها مع الكاري، فهذه الطريقة تعطيها نكهة لذيذة. بعد ذلك سأضع البصل والفلفل الأحمر فوق صدور الدجاج وأبدأ بتقليب الجميع مع بعض هكذا. سأضع الفلفل الأحمر الحار وأعاود التقليب. في هذه الأثناء وضعت قدر صغير على النار، ها هو، وضعت طحين الرز 3 ملاعق طعام مملوءة في القدر. سأبدأ الآن وعلى نار خفيفة بتقليب طحين الرز هكذا. ومعاودة تقليب الدجاج مع الخضار في المقلاة الكبيرة. انتظر حتى يأخذ طحين الرز اللون الذهبي الجميل. في هذه الأثناء أخذت الكزبرة، هي مغسولة ونظيفة، سأبدأ بفرمها ناعم جدا. الكزبرة تعطي لوصفتنا طعم مختلف ولذيذ جدا. وأعود تقليب طحين الرز في القدر الصغير. بعد ذلك سأضع
الصويا فوق الدجاج مع الخضروات. وأعاود تقليب الدجاج مع صوص الصويا وهو ما زال على النار. هكذا يبدو معنا طحين الرز. سأضع فوقه مرقة الدجاج وأعود وضعه على النار. بعد ذلك سأأخذ أوراق النعنع الطازج مغسولة ونظيفة وأبدأ بفرمها ناعم جدا هكذا. ولا ننسى تقليب مرقة الدجاج مع طحين الرز في القدر الصغير وتقليب صدور الدجاج مع الخضار في المقلاة الكبيرة ما بين الحين والآخر. سأعاود فرم النعنع ناعم جدا. بعد الانتهاء من فرم الكزبرة والنعنع سأبدأ بخلط الاثنين مع بعض وفرمهم نعم جدا جدا هكذا. بعد ذلك سأضع الصوص الذي صنعته من مرقة الدجاج وطحين الرز فوق صدور الدجاج مع الخضار في المقلاة الكبيرة. وبعد ذلك أقلب الجميع مع بعضهم هكذا. ما زالت وصفتنا على النار. سأحتاج إلى مقلاة أضع فيها بما يعادل ملعقتي طعام من زيت الزيتون الخاص بالطهي. انتظر حتى يسخن معنا الزيت ولا ننسى تقليب الخضار مع الصلصة. ها هو البصل الأحمر سأصفيه من الماء جيدا ومن ثم سأضعه في المقلاة مع زيت الزيتون. أقلب البصل الأحمر مع زيت الزيتون وهو ما زال على النار. وها هي وصفتنا، رفعتها من على النار، صدور الدجاج مع الصوص والخضار، وأستمر بتقليب البصل مع زيت الزيتون البصل الأحمر. بعد ذلك سأضع النعنع والكزبرة فوق البصل هكذا. وأبدأ بتقليبهم مع بعضهم البعض.
في هذه الأثناء وضعت رشة خفيفة من الكاري ورشة خفيفة من الملح والقليل من زيت الزيتون، وها هو هكذا يبدو معنا. استمر بتقليبه حتى ينضج معنا تماما الخضار مع البصل، وأعود وضع الوصفة على النار مرة أخرى على أن تكون هادئة. بعد ذلك سأضع البصل مع بقية الخضار فوق الوصفة، وسأعاود تقليب جميع المواد مع بعضها هكذا. الآن أطفأت عنها النار، وها هي وصفتنا هكذا تبدو بعدما أتممت إعدادها. وها هو الشكل النهائي لوصفتنا لهذا اليوم. كم تبدو شهية، جربوها ستعجبكم بكل تأكيد أصدقائي. وبهذا تكون وصفتنا لهذا اليوم، صدور الدجاج مع الخضار بألذ وأسهل طريقة، قد أصبحت جاهزة للتقديم. بألف صحة وعافية، أتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم ورضاكم أصدقائي. علما بأن وصفاتنا هذه خاصة بقناة ملكي أنخلة والشيف إيفا، انتظروني بوصفات جديدة. كنت أنا معكم الشيف الأكاديمي إيفا من إسبانيا. وقبل أن أختتم هذا الفيديو معكم أصدقائي، لا تنسونا بالإعجاب والاشتراك بالقناة ومشاركة فيديوهاتنا مع أحبتكم وأصدقائكم، وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل ما هو جديد على قناتنا. انتظروا تعليقاتكم الجميلة في قسم التعليقات أصدقائي، تفاعلكم معنا بكل تأكيد يسعدنا. اكتبوا لنا في التعليقات أيضا من أي بلد أنتم تتابعوننا، معرفة ذلك بالنسبة لنا يسعدنا كثيرا، كما وأن تفاعلكم الجاد معنا يسعدنا أكثر. والآن أصدقائي أستودعكم الله وأحبكم كثيرا. أديوس.